بعد انقطاع العلاقات بين مصر والدول العربية بسبب معاهدة السلام، قرر مبارك لما تولى الحكم بعد السادات إنه يرجع المية لمجاريها، وبالفعل بدأ جولة خارجية للدول العربية وراح يزور السعودية في بداية جولته. وقرر الملك فهد ساعتها يفتح الكعبة عشان الرئيس مبارك يصلي فيها احتفالاً بزيارته. وكانت العادة إن الكعبة المشرفة تتفتح مرتين في السنة، مرة للملوك والرؤساء ومرة لغسلها وتعطيرها في موسم الحج. لكن في وقت زيارة مبارك، رئيس السنغال كمان كان هناك وطلب من الملك فهد يصلي في الكعبة، لكن الملك فهد اعتذر له بذوق وقال له السنة دي الصلاة في الكعبة من نصيب الرئيس مبارك، ده ضيف مستنيينه من زمان. وبالفعل اتفتحت الكعبة لمبارك، والرئيس مبارك صلى في أركان الكعبة التلاتة. ولما جه عند الركن الرابع لقى السفراجي بتاعه الحاج علواني، واللي كان بيلازمه دايما وبيعمل له الشاي والقهوة، بيصلي. الرئيس مبارك فضل منتظر الحاج علواني يخلص صلاة لحوالي 10 دقائق كاملين، لدرجة أن حرس مبارك حاولوا يشاوروا للحاج علواني عشان يسرع في صلاته، لكن مبارك منعهم وقال لهم سيبوه براحته. الحاج علواني خلص صلاة وبص وراه لقى الرئيس مستنيه، فخاف لا يكون زعل من اللي عمله. لكن الرئيس مبارك كان مقدر خشوع الحاج علواني وفرحته أنه بيصلي في جوف الكعبة، واللي عمره ما كان يتخيل أنه يصلي في المكان ده. وسلم عليه الرئيس وطبطب على إيده عشان يطمنه أنه مش زعلان ولا حاجة، وقال له حرما. في الوقت ده مصطفى الفقي سكرتير مبارك للمعلومات كان معاه، وقال له شفت يا رئيس المساواة في الإسلام، واللي خلت رئيس الجمهورية بنفسه يستنى السفراجي بتاعه لحد ما يخلص صلاة. مبارك ابتسم وقال له بخف الدم والنبي يا أخويا مش وقت فلسفة هنا. بعدها مبارك وحشيته طلعوا على المدينة المنورة يزوروا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان معاهم الإعلام الشهير أحمد فراج صاحب البرنامج الدين الشهير نور على نور. أحمد فراج مسك إيد مبارك وفضل يدعي أدعية كتير ومؤثرة جداً قدام قبر النبي، لدرجة أن مبارك فضل يبكي هو وحشيته. وبعد ما خلصوا الرئيس قال لمصطفى الفقي يعني ما عيطتش زينا يا أستاذ مصطفى. مصطفى الفقي ضحك وقال له العياط على قد الذنوب يا رئيس، وأنا الحمد لله لسه جديد. الرئيس بص لحشيته واللي لقاهم عيطوا كتير قوي وقال لهم طبعاً ما انت ذنوبكوا كتير. ومواقف زي دي كتير، واللي بتبين قد إيه الرئيس مبارك الله يرحمه كان دمه خفيف وابن نكتة، وما بيفوتش فرصة إلا ويوجه انتقاده اللاذع والساخر دايماً لحشيته.